هو أنا الهدف من المحاضرات اللي أنا بقولها مش إن أنا أعرفك إزاي تعمل السي تي برين، هتعرف السي تي برين من التدريب العملي، لكن لازم تبقى فاهم القضية بتتعمل إزاي، والأهم من كده تبقى عارف أنت شايف إيه. الناس زمان كانوا باصين شوية للفني إن هو يعني جه مع المكن في صناديق بتاعة الجهاز، يعني طلع في الكرتونة من الكراتين اللي هي بتاعة المونيتور والكلام ده كله، وإن هو ملوش دعوة بالبتاع، واتك على الكوبس طلع لنا الصورة وبعدين دوره انتهى على كده، وإحنا بقى التراكيب بتوع التشخيص. لكن الوضع اختلف في العالم كله دلوقتي، إن الفني الكويس بيخدم الدكتور خدمة جبارة جدا. والمفروض ان الدكتور الطبيعي اللي ما عندوش تخلف عقلي يبقى مبسوط قوي لو كان معاه فني عادي. اما اللي بيحصل دلوقتي ان في يعني صراع رهيب جدا ما بين الدكتور والفني، ومين اللي يفرض سيطرته، ومين اللي يعني الشهادة ومين اللي مش شهادة، والكلام ده كل دوت اصلا مش موجود في اي حتة في الدنيا. فاحنا هدفنا يا جماعة إنك أنت تكون مالي المكان بتاعك. مالي المكان بتاعك مش إنك أنت تتك على أي حد جبت واد في الإعدادية قلت له الزرار ده بيطلع الأشعة والزرار ده مش عارف إيه وبتاع، بعد يومين ثلاثة خلاص مشت الحكاية على كده. لكن إيه الفرق بينك وبين بتاع الإعدادية؟ إنك أنت فاهم إيه اللي طالع، وعارف أنت شايف إيه، وتقدر يعني توفر جهد كبير جدا على الدكتور، انك انت تاخد الهيستوري، وانك انت تعمل العيان صح، وانك انت لو عاوز مقاطع زياده تاخدها من نفسك والكلام ده كله. فده يعني في مخيلتي انا لما وافقت ان انا ابقى موجود في القضيه دي، هو ان احنا نحسن الدور الفني ونعلي من القيمه. وكل واحد زي ما انتم عارفين قيمته باللي يعرفه. يعني العلم هو اصلا اللي بيعمل للبني ادم كيان. فانت تعرف كتير قيمتك تبقى كتير، تعرف فستوك قيمتك تبقى فستوك. ف يعني ساعدوني ان انا اقدر ان احنا ان شاء الله نطلع بالموضوع ده لقدام، وان المستوى الفنيين يبقى مرتفع الى المكان اللي هو موجود في كل حته ان شاء الله في الدنيا. فاحنا لما نيجي نتكلم على السي تي بتاع البريك او نتكلم على اي حاجه في الدنيا، فاي فحص في الاشعه لازم يكون ليه تحضير. التحضير دوت على حسب نوع الفحص، يعني مثلا في فحص واحد بيصوم، في واحد بيعمل حمض شرديه، في واحد بيتعشى عشاء خفيف ويقعد راسه ملينه، الكلام اللي انتوا اكيد فاهمينه كله. فانت عود نفسك لو انا بسألك مثلا بتعمل السي تي برين ازاي؟ خلاص؟ ما تقوليش بقى نحط العيان على الترابيزه ونعمل سكانوجرام وبعدين مش عارف ايه. اول كلمه تقولها التحضير. المريض ده في تحضير ولا بيجي من الشارع كده يركب عجاز على طول؟ خلاص؟ فانت شايف السي تي برين في تحضير ولا يجي من الشارع يركب على الجهاز؟ شايف ايه؟ مظبوط. لو المريض دوت هيتحيد سفر او هيتخدر يبقى لازم يصوم. علشان ايه يصوم؟ عشان ايه؟ يعني ممكن يجي له رياكشن من السفر او رياكشن من التخدير ويرجع. الجماعه بتوع المراكز الخاصه يقول لك ايه يعني؟ لما يرجع انا هخلي الحكيمه تنظف الجهاز وخلصنا على كده. انا لو هو انا قلت للمريض روح صوم وتعالى مش هيجي تاني، حد تاني يخطفه في السكه، المركز المنافس ولا حد لا من تحت الدوره ولا ما اعرفش الكلام ده. ده حصل قصادي انا يعني، عشان بس يعني مش كلام من البرازيل ولا حاجه لا سمح الله، حصل قصادي. قال لك يعني ايه؟ ما يرجع ونخلي الحكيمه تنظف الجهاز. العين رجع ومات على الترابيزه. مات ليه؟ عشان اسبريشن. اسبريشن يعني ايه؟
يعني الترجيع بتاعه نزل في القصبة الهوائية، خلاص؟ إمتى بيحصل الكلام دوت؟ لو كان طفل أو راجل كبير جدا في السن ما يقدرش يقوم عشان يكف الحاجات اللي رجعها، وبالتالي وهو نايم على ظهره بيطلع كده وينزل كده على اللي تحت فيفطس على الجهاز. راح حصل مصادم مع واحد قطري تقريبا، بنقول لابنه أبوك صايم؟ قال آه. هو عاوز يعمل الفحص وخلاص، مش عاوز حد يعطله. حال الناس الغد مات على الترابيزه، ركع والأكل ينزل في الاشتراكية وبعدين خلاص توكل على الله. فاحنا بنخلي الواحد يفوق لو كان هيتحسب أو كان هيتخدر، علشان الاثنين دولت بيعملوا رياكشن، والرياكشن دوت بيكون في صورة فوميتنج، والفوميتنج دوت خطر جدا في الناس اللي نايمة على ظهرها اللي هم السنين دول، الأطفال والإيه والكبار في السن. أما الشباب فبيقدر يلحق نفسه على طول، يروح قايم وتافف وكح وبتاع تخلص. السؤال اللي بعد كده، كل الناس هتتحين سما؟ كل الناس هتتبنك؟ ولا في ناس ما بتتحينش وفي ناس بتتحين؟ طيب، أنت ما تحينش زمان؟ تروما، ستروك، هيديك، هيديك ما تحينش زمان؟ هيديك ما تحينش زمان، تربوز. أي حاجة بتدور فيها على نزيف ما تحينش زمان. ليه؟ علشان الصبغة بيضاء والنزيف أبيض. إما الحوادث لأ، الستروك لأ، واحد داخل الحمام بقه اتعوض واتشال والكلام ده كله، واحد سكر وهايبر تنسيف مرة واحدة بقه اتعوض ومعرفش إيه، الكلام اللي بتدور فيه على نزيف ما بتعيش طيب. الكلام الصح قوي بقى اللي أنت تقوله، كل الناس بلا استثناء بتعمل من غير سبب، كل الناس بلا استثناء بتعمل من غير سبب. وبعدين لو كان في فني عدل او يبقى في دكتور قاعد مع الفني يقول له خلاص الفحص ده خلص على كده، او يقول له كمل بالايه؟ بالسبب. ايوه، انت كمل بالسبب حاجتين اثنين بس، التهاب وورم، التهاب وورم. اذا كان عندي شك في انفكشن او تيومر لازم اكمل بالسبغة عشان افصل الاثنين من بعض. اما طلع نورمال الفحص من غير سبغة خلصنا، طلع فيه نزيف خلصنا، طلع فيه بلط خلصنا، طلع فيه اتروفي خلصنا، كل الحاجات اللي اتشخصت خلصنا منها. الحاجتين الوحيدين اللي بيتحينوا سبغة هما الانفكشن والايه؟ والتيوم. يبقى كل الناس بلا استثناء هتعمل من غير سبب. ايام زمان لما كان السي تي بطيء جدا كان لازم تقرر من الاول ده يتحين على طول ده ما يتحينش سبب. دلوقتي السي تي سريع جدا فتعمل الاول فحص من غير سبب، وبعدين لو انت تقدر تقرر بنفسك يبقى ممتاز، لو ما تقدرش يبقى دكتور. اي فحص في السي تي لازم له سكان جرام. السكان جرام بيتعمل بطريقه من اثنين، يا اما يكون لاترال يا اما يكون فرونت. لاترال زي ده كده وده بيتعمل في البرين والاصبع. فرونتال اللي هو بالوش كده وده بيتعمل في الشيست والايرون. فائده الاسكانوجرام ايه؟ انك انت تقدر تحدد عليه المقاطع اللي انت عاوزها. لما تعمل اسكانوجرام كده بتجر خطين للسي تي، تقول للسي تي انا عاوز الفحص يبتدي من اول هنا لحد هنا. تقريبا معظم الجسم بيتمشي من فوق لتحت ما عدا البرين وحتت بسيطه قوي بتتمشي من تحت لفوق، من اول السكال بيز وانت طالع لفوق كده. الخط الاولاني بتجره في الاوربيتوميتال لاين اللي هو الخط القاعدي بتاع الجمجمه اللي كلكم عارفينه، اللي هو واصل من الاوربت الى الودن الاكسترنال اوديتري كانال. في الستات الجديده جر خط وخلاص، ولما تطلع الصور انت بتظبطها بالطريقه بتاعتك سهله يعني الموضوع. المهم المقاطع الصح
لازم تكون من السكال بيز لحد الفيرتكس او لحد القبه بتاعه الجمجمه، و موازي للاوربيتوميتال. الستي بيسالك المقاطع دي كل قد ايه، في الكبار كل سنتي، في الاطفال كل 7 مللي، وفي الحي اللي اقل من سنه كل 5 مللي. يبقى الواحد اللي اقل من سنه كل 5 مللي، الواحد اللي بعد سنه وهو لحد 12 13 دوت كل 7، الواحد الادلت كل سنتي. طيب لما بتاخد المقاطع بتصور من اول تحت، تفضل طالع 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 لحد فوق. يفترض ان اول 3 4 مقاطع دول ملهمش لازمه من اول هنا كويس، واخر 3 4 مقاطع دول برضه ملهمش لازمه، لكن اللي في النص هو دوت الايه اللي ليه لازمه. طلعت الصور ما فيهاش اي مشكله، ديت الصور اللي بتطلع، لكن المشكله انك انت تبقى عارف انت شايف ايه. خلاص، وانا في اعتقادي يعني لما هم الفكره بتاعت ان المعهد يكون 4 سنين دي من ايام الجبلي لما كان وزير، واتحطت المناهج على هذا الاساس، انك انت مش بتتك على كوبس لكن عارف انت شايف ايه. فدي نقطة يا جماعة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للفنيين في الوقت الحالي، انت عارف انت شايف ايه. خلاص، طيب ده سكة واحد. انتوا عارفين طبعا ان البرين فيه فنتركلز، والفنتركلز ديت اللي هي بالعربي يعني البطينات بتاعت البق، وهم كام واحد؟ 4، الفورث والثيرد وايه؟ واثنين لاترال فنتركلز. كويس، احنا بنعرف الاناتومي بناء على الفنتركلز. الفنتركلز مليانه بايه؟ سي اس اف، والسي اس اف بيبان في السي تي اسود ولا ابيض؟ اسود. حلو قوي. الصورة دي صورة ام ار عشان تعرف بيها بس الاناتومي اللي احنا هنتكلم عليه. المخ اللي فوق اللي هو البرين، المخ اللي تحت اللي هو المخيخ او السيريبيلم. خلاص كده، السيريبيلم مفصول عن البرين ستيم بالفورس فنتركل. الفورس فنتركل عامل زي المثلث، وهو تخين من النص، رفيع من فوق رفيع من تحت. اللي قصاد الفورس فنتركل هو البرين ستيم، واللي ورا الفورس فنتركل هو السيريبيلم. خلاص كده؟ طيب لو انا خدت مقطع كده وطلع المقطع اهو ال 60، اول حاجه اعملها احط ايدي على الفورس فنتركل اللي هو ده كده، يبقى اللي قدامه البرين ستيم، صح كده؟ واللي وراه السيريبيلم. خلاص؟ ما تعرفش اكتر من كده. اللي قدام الفورس فنتركل هو البرين ستيم، واللي وراه هو السيربين. طيب قصاد البرين ستيم في بحيره مليانه ميه اسمها بري بونتاين سيستر، عاوز تعرف اسمها يجوز، مش عاوز مش مهم، لكن مهم قوي تعرف الشريان اللي ماشي جواه اللي هو البازلر ارتر، ده هو اللي مكتوب هنا بازلر ارتر، والسيستر دي هي اللي مكتوبه هنا اسمها The pre-pontine system. يبقى ايه اللي ورا الفورس فنتركل؟ سيريبيلم. خلاص كده؟ ايه اللي قصاد الفورس فنتركل؟ برين ستيم. تعالى الفورس فنتركل كان صغير من تحت وصغير من فوق، تخين في النص. البرين ستيم زي ما انت عارف 3 اجزاء، اللي هم ايه؟ المظله من تحت والبونس، وبعدين ميد برين، المظله والمونس والميد برين. لما يكون الفورس فنتركل كبير تخين زي دوت كده، يبقى التخين في البرين ستيم هو اللي قصاده اللي هو البونس. لتحت بيبقى فيه المظله، لفوق الحته الرفيعه دي هو ده الميد برين. بس انت لو عرفت ان
قصاد الفورس فنتريكل سواء كان تخين او رفيع من تحت او من فوق هو البرين ستيم ممتاز. خلاص كده؟ طيب يبقى لما نيجي في المقاطع ده الفورس فنتريكل وهو الكبير، لما تنزل لتحت بيه صغر اهو الفورس فنتريكل، يبقى اللي قصاد الفورس فنتريكل اللي هو مين؟ البرين ستيم، واللي ورا الفورس فنتريكل اللي هو مين؟ السيربال. حلو قوي. طيب لما تطلع لفوق شويه، لما تطلع لفوق شويه ادي الفورس فنتريكل المكان كبير، وبعدين طلعت لفوق شويه لقيت في حاجه عامله زي الطبق كده اللي انا مش هقول لك عليه. الحاجه اللي عامله زي الطبق دي مهمه جدا جدا بالنسبه للبرين، اسمها دوت، اسمها the quadrigeminal system. اسمها ايه؟ the quadrigeminal system. ديت لما تجي لك في الامتحان تكتبها زي ما هي كده، تكتب لي الحرف الاولاني وتروح مش خد كده. بس انا بص انا مدقدق قوي في الامتحانات وفي البتاعات، ما بمتحنش صحيح بس عارف فكره الطلاب. خلاص؟ فانت لو سمحت الكلمتين ثلاثة أربعة اللي في البرين تحفظهم وتكتبهم، والكلمتين ثلاثة أربعة في الشيست تحفظهم وتكتبهم، وهكذا لو سمحت. ماشي؟ يبقى اسمه ايه دوت؟ كوادريجيمينال سيستم. الكوادريجيمينال سيستم ديت مهمة في ايه؟ إن اللي قصادها هو الميد برين اللي هو حتة من البرين ستيم. طب ايه يعني؟ الميد برين ده هو اللي فيه كل الوظائف الحيوية بتاعت الجسم. عشان كده لما تجرى فيه أي مشكلة ما بيكونش فيه يعني أمل في الامتحان. فأنت لازم تبقى عارف إن في كوادريجيمينال سيستم، وجوه الطبق دوت في جزء من البرين ستيم اسمه ذا ميد برين. تمام كده؟ طيب يبقى ده الفورس فنتريكل لما كان كبير وصاده برين ستيم وراه سيريبيلم، وده لما كان صغير قصاده برين ستيم وراه سيريبيلم، ولما صغر وانت طالع لفوق بقى فيه الكوادريجيمينال سيستم قصادها البرين ستيم بالذات الميد برين. خلاص كده؟ حلوة. طلعت بقى انت لفوق شوية خلصت من الفورس فنتريكل اللي هو ده، فانت طالع هنا ده اللاترال فنتريكل وده الثيرد. خلاص كده؟ طيب لما تاخد مقطع كده يبقى انت بتقطع فين دلوقتي؟ الثيرد، ها؟ وحتة من اللاترال فنتريكل من قدام وحتة منه من ورا. خلاص؟ اللي قدام دوت اسمه الفرونتال هورن، الفرونتال هورن، واللي ورا اسمه اوكسيبيتال هورن. خلاص كده؟ فرونتال هورن واوكسيبيتال هورن، والعصاية اللي في النص دوت هو الثيرد فنتريكل. خلاص كده؟ طيب نعم؟ ايه؟ الثيرد اللي هو العصاية اللي في النص دي. دايما دي صورة سي تي ودي صورة ام ار، تي تو عشان السي اس اف ابيض بنجيله بعد كده، لكن خلينا احنا في دي. دوت الثيرد فنتريكل، ده الاوكسيبيتال هور، ودوت الفرونتال هور. معايا؟ طيب الحته ديت اسمها بيزل جانجليا ليفر، بغض النظر عن الاسم، لكن انا عاوزك تعرف ايه هما البيزل جانجليا، حتى لو نظري عاوزك تعرف ايه هما البيزل جانجليا. البيزل جانجليا عباره عن ستراكشرز او حاجات في الاناتومي موجوده في المكان ده في منتهى الحيويه اللي في الدنيا، لازم تبقى عارفها. معظم المشاكل بتاعت المخ بتطلع في الحته دي، النزيف والجلطه والتيومر ومش عارف مين، كله بيطلع في المنطقه دي اللي هي بتاعت البيزل جانجليا. طيب ايه هم البيزل جانجليا؟ هم الثلاثه المكتوبين دول، واحده اسمها كوديت، واحده اسمها لينتيفورم، واحد اسمه ثالمس. خلاص؟ طيب انا كتبتهم لك هنا وانت بتذاكر بقى وتسمع الشريط تكتبهم وتعيد عليهم كذا مره والكلام ده كله. طيب فين الكوديت وفين اللينتيفورم وفين الثالمس؟
شايف انت التجويف دوت كده بتاع الفرنتال لوب، في بتاع كده مبيضية شوية اللي هي باينة كويس في الام ار دي، ده الكوديت. وبعدين في مثلث بره كده مبيض حبتين اللي هو باين هنا، ده الانتفور. وبما ان ده الثيرد فنتريكل فاللي جنبه شمال ويمين هو الثالامس. طيب لون تاني اللي جوه الفرونتال هول للحته دي يعني كده اللي في التكويره دي اسمه ايه؟ كوديت. واللي بره لينتيفورم، واللي هنا الثالامس. اللي انت شايفه بقى دوت ماشي ما بين الثلاثه اسمه ذا انترنال كبسول. اسمه ده كده ذا انترنال كبسول. الانترنال كبسول هي الممر الوحيد للاعصاب اللي طالعه من جميع اجزاء الجسم الى القشره بتاعت المخ. يعني الحاجات جايه من الرجلين ومن البطن ومن الايدين ومن الرقبه ومن الظهر ومن كل دوت ماشي جوه الحبل الشوكي، يوصل كله جوه الانترنال كبسول، وبعدين يطلع يروح بقى للاماكن بتاعته، اللي يروح ناحيه الحركه واللي يروح ناحيه الاحساس واللي يروح ناحيه ده. عشان كده الانترنال كبسول دي في منتهى الخطوره اللي في الدنيا، ومهم جدا انك انت تبقى عارف مكانها. مكانها اللي هو ما بين الثلاثه دول، الكوديت والليتيفور والايه؟ حلو. ايه بقى لو انت شفت مقطع كده وحد قال لك مين الازرق ده؟ الكوديت. ومين ده هو؟ الليتيفور. ومين ده هو؟ الساوند. مهم جدا وانت بتتسأل في الشفوي لو كان في حاجه منها شمال ويمين لازم تقول ليفت ورايت. خلاص مهم جدا، يعني ايه دوت الليفت كوديت. خلاص عندنا في القصر العيني لو قلت كوديت بس من غير ليفت بتاخد نص درجه، يعني لو كانت الدرجه من 10 تاخد 5. نعم لو قلت ليفت بس هتبقى في الازهر، لو قلت كوديت من غير ليفت بتاخد صفر، عشان الازهر متشددين شويه زي ما انتم عارفين. بغض النظر يبقى لما يكون في حاجه منها اثنين وفي شمال ويمين لازم تقول ده الشمال ودوت الايه؟ اليمين. يبقى ايه الاصفر اللي ماشي في النص دوت؟ اسمه ايه؟ ليفت انترنال كبسول. حلو. اي واحد ادلت يعني تجاوز مرحله الطفوله لما يعمل سي تي برين يطلع عنده ثلاث بقع كالسيفايد الابيضه دول. البقعه اللي في النص اسمها باينيال بول، الجسم الصنوبري اللي هو محدش اصلا عارف ايه وظيفته لحد دلوقتي، لكن مش ممكن يكون ربنا عمله وهو ملوش وظيفه، لابد ان هو يكون ليه فانكشن معين. والاثنين دولت هما الكورايد. الكورايد ديت عباره عن جهاز موجود جوه الفنتريكل وظيفته يطلع السي اس اف، يفرز السي اس اف. طيب قد ايه سي اس اف بيتفرز في اليوم؟ نص لتر. نص لتر معايا؟ بيروح فين السي اس اف دوت؟ بيمشي في الفنتريكل اللاترال، وبعدين يروح في الثيرد، وبعدين يروح في الفورس، وبعدين يطلع على المخ من بره يغسله. نعرف طبعا العفار وعدم العربيات والكلام ده، كل ده لو اترسب على قشره المخ بيجيب للبني ادم تخلف زي ما احنا عندنا كده. فوظيفه السي اس اف مش قصدي عليكم يعني، قصدي طيب ان هو يغسل المخ من بره. خلاص بعدين يروح فين؟ في بقى شفاطات ربنا عاملها اسمها اراكنويد فيلاي، بتشفط السي اس اف ده بعد الغسيل وتفضيه في الاورده بتاعه المخ، والاورده منه للكلى والكلى تنزح على بره وخلاص على كده، بعدين تدوس اللتر الثاني وهكذا وهكذا وهكذا. فانت كل يوم عندك غسيل في المخ علشان ما يجيش عليك وقت. فاهم؟ طيب اوكي.
يبقى بس انت حسن المقطع اللي فات ليه؟ بس انا مش عاوزك تعرفه. طيب الكواتيجيمينال سيستيرن عامله زي ايه؟ زي الطبق، خلاص كده؟ لما تطلع لفوق مقطع بتبقى زي السمبوكسه، عارف السمبوكسه؟ عارفها يعني. طيب اللي هي العامله كده دي هي دي الكواتيجيمينال سيستيرن، عامله زي السمبوكسه او النجمه ليها 4 حروف. بس انت حلو جدا لو تعرف مكان الكواتيجيمينال سيستيرن اللي هي بتاعت الطبق عشان خاطر الميد برين ده شخص مهم جدا. خلاص. اما بقى كوادريجيمينال سيستم سمبوكسه ديت خليها في سنه رابعه او للدكاتره مش هتفرق معانا كده. طيب لما تطلع لفوق شويه يبقى انت بتقطع دلوقتي في الفنتركل، صح؟ مظبوط كده. امال انت كنت بتقطع فين من شويه؟ في الفنتركل برضه، بس انهي حته؟ الفرونتال والاوكسيبيتال. ودلوقتي في البودي، البودي اوف ذا فنتريك، الحته ديت اسمها البودي، والحته دي اسمها فرونتال هور، والحته دي اسمها اوكسيبيتال هور، والحته دي اسمها تمبورال هور اللي ما بيبانش في الاشعه. خلاص؟ طيب يبقى ده البودي اوف ذا فنتريك، ده الشمال وده اليمين، وده الهيمسفير الشمال اللي هي نص المخ الشمال، ودوت نص المخ اليمين، واللي بيفصل ما بينهم خط، الخط دوت ماشي فيه الفالكس. الفالكس اللي هي جزء من الاغشيه اللي بتحوط المخ من بره بتنزل في النص عشان تفصل ما بين الاثنين وبعضهم. طيب لما تطلع لفوق بقى اكتر ما بتلاقيش حاجه، دي صوره السي تي ودوت الام ار لسه بنجيله بعد كده. بتلاقي سواده اسمها وايت ماتر، سواده بس وايت، خلاص؟ وتلاقي بياضه اسمها جراي ماتر. يبقى في السي تي الاثنين دول عكس اساميهم، الوايت سودا والجراي بيضا، خلاص كده؟ لكن لما تروح في الام ار تي 1 لما نشرح بعد كده هتلاقي الوايت وايت والجراي جراي، خلاص؟ ماليش دعوه بالام ار دلوقتي، خلينا في السي تي. لما حد يشاور لك يقول لك ايه دوت تقول وايت ماتر، وايه اللي ورا دوت اللي هو الكورتكس جراي ماتر. حلو قوي. انتوا طبعا عارفين ان انا ليا محاضرات متسجله على الانترنت، وفي بعض يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من 550 محاضره جالي كومنتين اتنين بس، واحد على الاناتومي بتاع البرين، وانا فعلا رجعت الموضوع ولقيت ان اللي قال كده كان عنده حق وصلحت المحاضره بالكامل وسجلتها اوريدي وهي موجوده دلوقتي على الانترنت، وباقي ان انا اسجل الجزء الانجليزي بتاعها. والملاحظه الثانيه كانت في الوايت ماتر ديزيزز، ودي بره المنهج خالص بتاع الفنيين والدكاتره، دي حاجه مخصوصه للناس اللي هم بتوع دكتوراهات والحاجات المتخصصه. ايه الملاحظه؟ ان انا كنت بقول في البرين انك انت لما تقطع 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 لحد ما تطلع فوق تبقى انت في البرايتال لوب. الأول البرين فيه كام لوب؟ أربعة، صح؟ إيه هما؟ فرونتال وأوكسيبيتال وتمبورال وبرايتال، صح كده؟ الفرونتال من قدام والأوكسيبيتال من ورا والتمبورال من تحت والبرايتال فوقيه، مظبوط كده؟ صح؟ طيب كنت انا بقول وانت بتاخد المقاطع في السي تي برين لما توصل للقبة اللي فوق فانت بتقطع في البرايتال لوب، طلع الكلام دوت غلط. لما توصل للقبة فوق خالص بتقطع في الفرونتال لوب. الفرونتال لوب في البني ادمين اكبر لوب في البرين على الاطلاق، خلقة ربنا. ولما بصيت على الانترنت جبت لك الصورة دي اللي هو الفرونتال لوب اللي هو معمول بالاحمر ده. ده الفرونتال لوب بتاع القطة، وده بتاع الكلب، وده بتاع أنواع مختلفة من القرود، ودوت بتاع البني آدم اللي ربنا كرمه بإنه بيفكر، صح؟ عشان كده الفرونتال لوب بتاع التفكير هو كبير قوي عند البني آدمين،
وصغير جدا عند الحاجات التانية. وبالتالي لما تاخد مقاطع في المخ لما توصل للقبة فوق بتبقى بتقطع في الفرونتال لوب مش في البرايتال لوب. هي دي بس المعلومة اللي أنا عاوزها توصل لحضرتك اللي هي كان عليها الخلاف. أنا كنت بقول إيه وأنت في البرين من تحت، قلنا مين دوت فورس فنتريك ومين دوت برين ستيم ومين دوت سيربيلا، ده التمبورال لوب واللي قدام ده الفرونتال لوب، ده الشمال وده الشمال، خلاص كده؟ طيب لما تطلع لفوق كنت انا بقول تجر خط على الفنتريكل من قدام وخط على الفنتريكل من ورا، يبقى الحته اللي قدامانيه ده مين؟ فرونتال، والحته اللي ورانيه اوبسيبس. حلو قوي. الحته اللي في النص دي لو كنت تحت يبقى ايه؟ تمبر، لو كنت فوق برايت. تعرف ازاي تحت من فوق؟ بالثيرد فنتريكل. إذا كان الثيرد فنتريكل موجود يبقى أنت تحت، يبقى الحتة اللي في النص هي إيه؟ تمبل. خلاص كده؟ طيب كنت أنا زمان بعمل خطين هنا كده وأقول بقى ده فرونتال وده أوكسيبيتال والحتة اللي في النص ديت هتبقى البرايتال بما إن مفيش ثيرد فنتريكل، صح كده؟ طلع لأ، طلع بقى لما تطلع في الحتة بتاعت البادي أوف ذا فنتريكل وتكمل لحد فوق تقسم الشريحة نصين، نص بالكامل للفرونتال لوب ونص بالكامل للبرايتال لوب. الاوكسيبيتال لوب سفيف قوي قوي وبيخلص بسرعه، يبقى الحته اللي في النص لو في ثيرد فنتريكل تبقى تمبرال، خلاص كده. ولما تطلع لفوق تقسم الشريحه نصين، نص للبرايتال ونص للفرونتال، معايا؟ طيب لما تطلع فوق خالص بقى حته صغيره قوي للبرايتال والباقي كله تبع الفرونتال، يعني الثلاثة دول تبع الفرونتال وحتة صفيفة قوي تبع البرايتال. لما توصل للقبة مفيش الا الفرونتال، خلاص هي دي الحتة اللي فيها الخلاف. انا كنت بقول لما توصل للقبة يبقى برايتال، من دلوقتي لما توصل للقبة يبقى ايه؟ يبقى الفرونتال. حلو قوي. لما تعمل سي تي برين بيكون دولت الفنتركلز والسي اس اف اللي على السيرفز اوف ذا برين ده اسمه كورتيكال صلصال، كورتيكال صلصال اللي هي التلافيف المخ. لما الواحد يكبر في السن البرين بيكش، لما البرين يكش يضطر الفنتريكل يوسع وكورتيكال صلصال تبسط عشان البرين سبستنس نفسها بقت ايه؟ بقت صغيره. فده المخ بتاع واحد صغير وده المخ بتاع واحد كبير. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفنتريكل دايليتد والكورتيكال صلصال دايليتد. دوت اسمه برين اتروفي. اتروفي يعني ضمور. لكن احنا ما بنكتبش كده في التقارير. بنقول برين انفوليوشن. انفوليوشن يعني تراجع. تراجع نتيجة السن. ايه الفرق بين الاتروفي والانفوليوشن؟ لو حد عنده ضمور في المخ يبقى بيخطرف وبينسى عياله في المدرسة ومش عارف النهاردة ايه. لكن لو واحد كبير في السن وعنده الفنتريكلز كده بس عارف النهارده ايه وبيرد عليك ويجاوب كل حاجه، فدوت اسمه انفوليوشن. انفوليوشن يعني تراجع. حاجات كتيره جدا في الجسم بتتراجع لورا مع السن، منها البنكرياس، منها حاجات كتيره قوي اللي هي بتقل في الحجم نتيجه الايه؟ نتيجه السن. فدوت لو كان البرين ده في حد 20 30 سنه اسمه اتروفي، ده ضمور، خلاص. لكن لو كان في حد 50 60 70 80 سنه يبقى اسمه انفوليوشنال تشينجز. دوت الكلام اللي احنا عاوزين حضراتكم تعرفوه